بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق الافتتاحي للموسم الجديد 2019-2020 والذي أقيم على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، حيث تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الشوط السادس للسباق من سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد فوز الجواد ليدباك روميو لإسطبل العاديات والذي تعود ملكيته إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس افتتاح الموسم للشوط السابع إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. كما قام سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلر، ثم قدم سمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف البعينين، فيما قدم سمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، كما قدم سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الخامس إلى عادل عبد الله. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.